نظارة طبية يعني تدقيق في الأمور، بس بيبقى البني آدم اللي مش متعود يلبس نظارة وتشاف إن هو لابس ده للأسف شديد حد كده إيه بيدق في كل حاجة لدرجة إن هو بيجيب لنفسه المشقة، يعني بيثقل على نفسه من كتر ما بيدور ويدقق في الأمور. وخصوصا كمان لو شفت نفسي ماسكة اللي هي المكبرة، العدسة المكبرة. دي معناها ان البني ادم مش باصص لاخرته قد ما هو باصص للدنيا، وده عمل معايا ايه وده سوى ايه ودي بتقول في ظهري ايه، حد تعب نفسه تعب اللي حواليه. تمام. النظارة لما تكون البني ادم اصلا بيلبس نظارة في حياته، لسه هقول لك. أيوة. لو هو في الحقيقة بيلبس نظارة وانا شفته في الحلم لابسها او قلعها بتختلف؟ بصي هو لابسها معنى كده ان هو مكمل، يعني مش هنقول الكمال المطلق، طبعا الكمال المطلق لله تعالى، الكمال النسبي، يعني حاجه حد كويس، حد تقدري تعتمدي عليه لانه عنده نظره مبعديه كويسه، يعني هتشوفي من خلاله الدنيا افضل. تمام.